السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله كما كتلاحظوا في هذا الفيديو، في الفيديو اللي فات درنا فيديو ديال القفازات، وهذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوريكم هذه الطاقية او القبعة، الطريقة ديالها نفس الخدمة ديال القفازات. يعني درت هنا الحشية، هذه كما كتلاحظوا كديروا فيها القياس اللي انتم بغيتوا. كما كتلاحظوا هنا درت انا 12 الغرزة، انتم تقدروا ديروا اكثر او لا اقل، يعني ما كاينش مشكل. وهنا السطر من بعد هنا كما كنسدوا هاد السميطة، هادي كنسدوها هنا بالكروشي. كنبداو نديرو نهزو الأعمدة ديالنا بنفس الطريقة ديال القفازات، غير هنايا كيختلف الأمر. هنايا ملي كنبغيو نجمعو الخدمة ديالنا تجمع، هذا هو الفرق اللي كاين. يعني هنايا نفس الخدمة، وإن شاء الله غادي نوريكم هنايا بلا ما نطول عليكم. خدمت هنايا هاد الحشية هادي كما كتلاحظو، راها كتمدد. كتاخدو هنايا كتاخدو العبار على الرأس ديال الشخص كما كتلاحظوا. هنايا كناخدو هاد القياس اللي درت، يعني بسوه الكبار بصفة عامة، الكبار كاملين كاع النساء أو البنات. هنايا كتعبرو الدورة ديال الرأس شحال غيكون فيها مثلا من سنتيم، على حسب كل شخص صغير ولا كبير. كناخدو القياس ديال الدورة ديال الرأس ديال الشخص، من بعد كنقصو واحد 4 سنتيم أو 5، حيت هنا كما كتلاحظوا الخيط كيتمدد، يعني ضروري نقصو شوية من دوك السنتيمات باش تجينا يلا هي هاديك على الراس، ما تجيش واسعة بزاف. صافي هنا درت انا هاد القياس، هذا انا نعبر لكم هنا شحال سنتيم في هاد القياس اللي درت. عندي هنايا 45 سنتيم كما كتلاحظوا، يعني هاد القياس اللي درت راه ديال الكبار. عندي هنايا 45 سنتيم، اما هادي راه غير ديال الصغار. صافي هنايا غادي نسد بنفس الطريقة اللي درت في القفازات، كنسدو هنايا هاد هنايا درت انايا في هاد الخيط هذا، درتو درت هاد الكبيبات درت جوج، حيت جاني شويه رقيق بزاف. يعني جاكم الخيط رقيق ديرو جوج كبيبات، او لا تاخدو داك الصوف ديال اللي كيتباع على جوج، ولا ما كاش هادو كتشريو جوج وكتخدمو بهم هكا على جوج، خيط على جوج، حيت هكا تاني كتكون الخدمه تاني رقيقه، غادي يجينا ثاني مزيانه. غادي ناخد هنايا الطرف الثاني، دائما بنفس الطريقه. كنجيو هنايا الغرزه، اول غرزه كنديرو منزلقه، الغرزة الثانية مع الغرزة الثانية، دائما منزلقة غادي نكمل هاد غادي نكمل هنايا غنلاقي هاد جوج ديال الاطراف ونرجع لكم باش نبدا معكم دوك الاعمده اللي غادي يدوروا على هاد الحاشيه هادي، يعني بنفس الطريقه اللي درت في القفازات. من بعد ما ساليت هنايا لاقيت هاد الاطراف، كما كتلاحظوا هنا ما كيبانش نهائيا فين المكان تاع الخياطة، كيبانش. صافي هنا كنجي بنفس الطريقة
عندي هنايا واحد متعلقة، وكنبداو هنايا ثلاثة ديال السلسلات مباشرة، وكنجي لهاد الغرز كنبدا ندير الأعمدة، يعني ما نزحمهم بزاف، ما نبعدوهمش بزاف. كندير هنايا واحد العامل هنا في هاد الهبطة، وكندير واحد فوق هاد وسط هاد الخدمة هادي، دائما واحد في هاد الهبطة ولا هاد الفراغ. بالطريقه هذه غادي نبقاو غاديين غير بالاعمده حتى النهايه ديال السطر. من بعد ما ساليت هذا السطر من الاعمده كما كتلاحظوا، يعني درت اخر عمود، وغنجي هنايا نهز ثلاث سلاسل وندير منزلقه. صافي كنرتفع هنايا ثلاثة ديال السلاسل، كنبدا نخدم ثلاثة ديال الأعمدة، وكنجي هنايا لأول عمود وكنخدم في عمود أمامي بهذه الطريقة هذه، يعني نفس الطريقة اللي درت في القفازات. هنايا غير بغيت نوضح لكم أكثر، وبغيت باش نوريكم الطريقة باش كتجمع القبعة من الفوق. صراحة الطريقة ديال هنايا القبعة أو الطاقية تبدايها من التحت، هنايا نبداوها من التحت أحسن من ما كتبدا من الفوق، يعني كتجي زوينة. صافي هنا كندير ثلاثة الأعمدة، كنرجع للعمود اللي تحت من هذا العمود الأول دائما، ونخدم هنا أي عمود أمامي. كنتمنى يكون الشرح واضح. ثلاثة ديال الأعمدة، وكنجي لأول عمود. هنايا دائما هنايا العدد خص يكون مقسوم على ثلاثة، ولكن ماشي مشكل إلا كانوا هنا كيقول لكم ملي كتبداو تقربوا لهنايا بداو تحسبوا شحال السلسلة باقية لكم. يعني مثلا وصلت هنا غنبدا نحسب هنايا، نحسب ثلاثة واش شحال غيبقى ليا، واش تسعود أولا 12، يعني غتبداو تحسبوا. إلا بان لكم السلاسل أكثر من، يعني بيبقى لكم هنايا أكثر من ثلاثة، خاص تبداو تنقذوا شي عمود هكا. غالبا ما كتوقع هاد القضية، ولكن دائما كتجيو دائما هنايا كيبقاو، إلا بقاو لنا تاني هنايا جوج أعمدة يعني بلا ما تخلعوا غادي تزيدوا عمود في نفس الغرزة، يعني بلا ما تبقاو تسربوا وتعاودوا. مثلا جيت هنايا لقيت غير هاد الغرزة هادي وهاد الغرزة اللي بقات ليا في الاخير، وانا خاص يكون عندي ثلاثة ديال الغرز، غادي نزيد غرزة في جوج، غندير جوج غرز في نفس السلسلة. نتمنى تكونوا فهمتوا. غندير جوج اعمدة في السلسلة، وكنرجع ندير هاد العمود هذا الامامي. صافي ما كتبانش، ما كتجيش الخدمة ديالنا معيقة اولا فيها شي ديفو ولا شي حاجة. صافي هذه هي الطريقة اللي كنخدموا بها. كنبداو ندورو، كديروا القياس اللي بغيتو نتوما في الطول ديال القبعة ديالكم. يعني غادي نخدم هذه كما قلت لكم غير ديال من 4 سنوات الى 7 سنوات، يعني حتى 8 سنين. يعني انا بنتي عندها 7 سنين، جاتها يعني جاتها هي هذيك مزيانة،
يعني واخا جاتها شويه يلا هي هذيك يعني على راسها، كاين اللي كيبغيها تكون شويه طويله، وكيبقى لكم الاختيار طبعا. غادي نخدم ان شاء الله الطول اللي بغيت انا في هذه القبعه هذه، غادي ندير اكثر من هذه حيت هذه ديال الكبار، غادي نكون ندير اكثر من هذا القياس اللي درت في هذه القبعه الاولى، وغادي نرجع ان شاء الله باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نجمعوا القبعه ديالنا بهذه الطريقه هذه. يعني كنبقاو غادي كنقصوا حتى كتجمع القبعه من الفوق، باش بلا ما نطول عليكم الفيديو، راه الخدمه نفس الزواقه اللي في القفازات هي نفسها في القبعه هذه او التاقيه. بقاو معايا ان شاء الله حتى نوصل تندير القياس اللي بغيت في الطول ديال القبعه. كما كتلاحظوا هنايا اخواتي ساليت الطول اللي بغيت هنايا في القبعه كما كتلاحظوا. وليت هنايا دخلت هذا اللون هذا، يبقى اختياري. هنايا غادي نوريكم كيفاش غادي نبداو نجمعوا في القبعه ديالنا. هنا غادي نخدم لكم بهذا اللون هذا باش يبان لكم بوضوح. هنا ارتفعت بجوج سلاسل، غادي نجي هنا لهذا العمود. هنا كما كتلاحظوا ما بقيتش خدمت بهذاك الكروشي اللي كنت بديت به، وليت خدمت بهذا حيت كما كتلاحظوا عندي هنا الخيط على الجوج باش تجينا الخدمه بحال هكا، يعني كثيره ورطبه. هنا العمود الثاني، وغنجي ندير العمود ديالي الامامي. هنا غادي نخدم العمود الاول، وغاديش نخرج الكروشي، وغاديش نخرج هنا الخيط بحال هكا، غادي نعاود نلوي وغنجي الغرزه الثانيه العمود الثاني، وغادي ندير هذه الطريقه ديال التناقص باش نبدا نقص باش تجمع لينا قبعه. صافي دابا هنايا كنجمع، هنا كيولي عندي هنا عمود واحد يعني سلسله واحده هنا، وغنجي هنا العمود الثاني الثالث كيكون عندي هنا جوج سلاسل. نعاود نرجع كنخرج كروشي بحال هكا، كنعاود نلوي على الكروشي، وكندير العمود بهذه الطريقه هذه، وكنخرج الكروشي مره واحده، وكندير العمود الثالث. هذا كنخدموه عادي يعني ما كنجيوش وكنقصوا دقه واحده، كنبقاو غاديين وكنقصوا شويه بشويه باش تجينا تبقى الزواقه ديالنا تتبان زوينه. بحال هكا كنعاود ندير العمود الاخر وكنخرجو مره واحده، هنا العمود الثاني، وكنرجع ندير العمود الامامي بهذه الطريقه هذه. كنظن راه طريقه واضحه. كيولي عندي هنا ثلاثة ديال الخيوط على الكروشي. صافي غادي نكمل هاد السطر كله بهاد الطريقة ونرجع لكم. هنايا من بعد ما كملت هاد السطر كامل جيت هنايا، غادي ندير منزلقة، غادي نجر هنايا هاد الخيوط، من بعد غادي نقيمهم. غادي ندير هنا جوج سلاسل، هنايا غادي ندير العمود الاول ما غاديش نخرجه كامل، والثاني وغادي نجمعهم دقه واحده، وغادي نعاود نرجع ندير العمود الامامي
غادي نجي هنايا عندي جوج سلاسل فقط، يعني غادي ندير جوج أعمدة بهذه الطريقة، هذه جوج أعمدة ما نكملوش. وغنخرج هكا مرة واحدة، وغادي ندير العمود الأمامي كما كتلاحظوا الطريقة باش كنقصوا القبعة ديالنا أو طاقية أو تقية، كل واحد بشنو كيسميها. دائما هنا العمود بهذه الطريقة هذه، وكنخرج الخيط ديالي مرة واحدة، وكندير هنايا العمود الأمامي دائما. العمود الأول، العمود الثاني، وكنخرج الخيط ديالي، وكنعاود نرجع هنايا كندير العمود الأمامي كما كتلاحظوا غادية وكتشمع. صافي كنبقى كنستمر بهذه الطريقة هذه حتى النهاية ديال السطر. كنظن ان هذا السطر واضح، كندير جوج اعمده ومن بعد كنخرج الخيط مره واحده، وكنرجع ندير العمود الامامي. صافي غنكمل هذا السطر هذا ونرجع نوريكم السطر الاخير. من بعد ما كملت هنايا السطر الثاني، غادي نجي هنايا ندير هاد السلسله هنايا منزلقه، وغنجي هنا لهذا العمود الامامي كما كتلاحظوا، غندير هنايا وندير هنا واحد المنزلقه، وندير جوج سلاسل بالطريقه هذه، وغنجي هنايا مباشرة لهذا العمود وغندير عمود امامي بهذه الطريقه هذه، ومغاديش نكملو كامل، وغادي نلوي عاوتاني على الكروشي، وكنجي للعمود الثاني وكندير هنا العمود الامامي، وكنجمعهم بجوج بهذه الطريقه هذه، يعني هنا بثلاثه الاول والثاني والثالث. كنلوي هنا على الكروشي، وكنجي لهذاك العمود الامامي وكنخدمه بهذه الطريقه هذه، وكنجي للثاني كما كتلاحظوا، وكنخرجوا هنايا مره واحده، وكتبقى عندنا الزواقه ديالنا حتى الاخير. نعم نجي هنا لهذا العمود، هنا ما كنخدمش باقي هذا العمود هذا نهائيا، كنجي الاعمده اللي خدمتهم من الامام هما اللي كنخدمو هنايا الثاني، من بعد كنخرجو بحال هكا. هي بدات كتجمع كما كتلاحظوا، صافي كيولي عندي هنايا ثلاثة ديال الخيوط فوق الكروشي، وكنجمعهم مرة واحدة. صافي كنستمر بهذه الطريقة حتى نهاية السطر بالطريقة هذه،
اليوم بدات كتجمع كما كتلاحظوا. صافي غادي نضرب على هاد الجهة كاملة احسن تالي الدورة ديالي وغنرجع باش نوريكم تتمة العمل. كما كتلاحظوا هنايا ها هي القبعة ديالي تجمعات كاملة بالطريقة هادي. شتي قداش ولا هنايا صغير، وبقات عندنا الزوقة ديالنا حتى الاخر، يعني ما كيبانش نهائيا الاختلاف. هنايا من بعد ما كملت السطر غادي نجي هنايا والبداية وغندير خلزة منزلقة بهذه الطريقه هذه. بندير واحد السلسله بعد كنقطعوا الخيط ديالنا. كنخليو هنا الخيط شويه طويل وكنخرج هنا السلسله باش نثبتوا العمل ديالنا كما كتلاحظوا. وهنايا غادي نجي هنا اللي بغيت نستعمل البريس تعملها. انا غادي ندير غير هنايا الكروشي، غادي نبدا نخرج هذا الخيط هذا من هاد الفراغات بالطريقه هذه. كنبقى غادية حتى كندور على هاد الدائرة كاملة، من بعد كنجرو على هاد الخيط هذا باش تجمع لينا والتزيين ديال هاد هنايا اللي بغا يدير ديك الكرة ديال الصوف اولا ديال الفارو او لا الفورير كل واحد شنو كيقول ليه. راه كاين كيتباعو وكاينه كذلك كتصايب في المنزل. انا غادي نوريها لكم الطريقه ديالها. صافي كنبقى حتى الاخير كنبدا نجر في هذا الخيط بالطريقة هذه. كما كتلاحظوا هنا ما غاديش نسدها كامله حيت باقي غادي ندير معكم ديك الكره ديال الفورير او الفارو اللي كي تيقولوا الاخوات المصريات. هنايا غادي ندخل هاد الخيط من الداخل بالطريقة هادي. وهاد الخيوط هادو كاملة غادي نقيوهم بطريقة عادية كما كتلاحظوا. كنبداو ندخلوهم هنا ما بين الخدمه بعد كنعقدوهم مزيان ولا كنربطوهم. صافي من بعد كنبداو تنقيو هاد الخيوط كتجي القبعه على هاد الشكل هذا. انا غادي نوريكم طريقه عمل هاديك الشوشه للتزيين، وهي كتبقى اختياريه اللي ما عندهاش راه تخليها غير بحال هكا كتجي حتى هي مزيانه كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل ديال القبعه ديالي. هنايا راه مازال ما فينيتش هذا حتى ندير هذيك الكره اللي قلت لكم. عاد من بعد كنثقف الخيوطه من التحت مزيان وكنقصهم بالمقص
غنحصلو على هذا الشكل هذا. صراحة كتجي سخونة، وخا كتبان لكم هنايا الخيط خدمة على جوج، ولكن راها كما كتلاحظوا كتمدد كما كتلاحظوا هكا بالعرض وبالطول كذلك كما كتلاحظوا. بقاو معايا حتى نكملوا نخدم ندير معكم الشوشه ولا الكره ديال الفورير، ونوريكم الشكل النهائي ديال القبعه ديالي. كما كتلاحظوا هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال القبعه. هنايا كما كتلاحظوا هنايا ما بقيتش درت معكم ديك الكره ديال الفورير، وهنايا مازال ما توفرش عندي. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غنوريكم الطريقه ديال الصناعه ديالها في البيت، واللي بغات تشريها راه كاينين كيتباعوا موجودين. وهذه غادي نخليها غير بحال هكا حتى هي كتجي مزيانه كما كتلاحظوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.